والبعض يعني بعت لي يقول لك انت متحمس جدا. اه انا متحمس عشان عايز اكسب، متحمس عشان عايز اكسب ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، متحمس عشان انا حياتي كلها كده ان انا عايز اكسب على طول، عايز افضل اكسب 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 اكسب. اتعلمت في النادي الاهلي هذا الكلام، ان انا الخساره دي اه موجوده ومن المفترض ان تكون موجوده، ولكن انا كلاعب جوه الملعب بجتهد وبموت نفسي علشان ارضي جمهوري، ارضي ربنا الاول وبعد كده ارضي جمهوري. فعشان كده انا متحمس، عشان كده انا عايز اكسب يوم السبت اللي جاي، خصوصا لما يبقى عندي فرقه زي بتاعه النادي الاهلي، خصوصا لما يبقى عندي فرقه فيها عدد كبير من النجوم الكبار اللي يقدروا يغيروا لي، خصوصا لما يبقى عندي فرقه فيها مدير فني زي كولر، خصوصا لما يبقى عندي فرقه فيها كل هذه الاسماء الكبيره اللي دائما ما تفوز، اللي فايزه باخر او اللي وصلت اخر ثلاث نهائيات فازت منهم بنهائيين وخدوا ثالث العالم مرتين في اخر ثلاث سنين. فعشان كده كل ثقه في هؤلاء اللاعبين، كل ثقه في الجهاز الفني، كلنا في ظهركم، كلنا هنفضل واقفين معاكم عشان يوم السبت اللي جاي ده الساعه 3 الظهر. محدش يقول اصل بنلعب الساعه 3، مش يعني الكلام ده مش هنقعد نسمعه. الحقيقه انا بقول لحضراتكم محدش هيسمع هذا الكلام، هي مباراه من 90 دقيقه بتلعب فريق كويس وجيد ورائع وكل حاجه، ولكن انا افضل منه في كل شيء، في كل شيء وجهه نظري. خلينا نروح للاخبار، ومن الاخبار اخبار سعيده الحقيقه. السوليه بينتظم في مران الاهلي الجماعي، مجرد وجود بس عمرو السوليه في هذا المكان هو حاجه جيده جدا. عمرو من اللاعبين الجيدين، هتقول لي مش هيلحق وبعيد، اه مش هيلحق بعيد، بس ممكن يلعب لك ربع ساعه يعمل لك فيهم العجب. لو الدكتور احمد ابو عبله شايف ان هو يلعب مع الجهاز الفني يعني طبعا. السوليه قال ايضا، او الدكتور احمد قال، ان السوليه جاهز للمشاركه في المباريات، ولكن ايه؟ كالعاده وفق الرؤيه الفنيه للجهاز، الجهاز هو اللي بيضع عمرو يلعب عمرو ما يلعبش. ده هنشوفه مع الجهاز الفني ليه؟ النادي الاهلي من خلال يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الساعه 3 ظهرا. الطبيب الاهلي قال ان السوليه عكف خلال الايام الماضيه على تنفيذ برنامجه التاهيلي والعلاجي للتخلص من الاصابه في عضله السمانه. ايضا من الاخبار السعيده ان الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق بيعلن جاهزيه احمد عبد القادر وخالد احمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح بعد الاصابه اللي لحقت بهم مؤخرا. قال ابو عبله ان احمد عبد القادر تعافى من الاصابه بجزع من الرباط الداخلي، بجزع من الرباط الداخلي للركبه والتي ابعدته عن المشاركه في التدريبات والمباريات خلال الفتره الاخيره. ايضا خالد عبد الفتاح تعافى من الاصابه بجزع، يعني ثلاث اربع اخبار جميله جدا. عمرو السوليه، خالد عبد الفتاح، احمد عبد القادر، هيبقى عندك القماشه بتاعتك، معظم القماشه بتاعتك علشان تقدر تختار زي ما انت عايز. لكن عندك اصابات، عندك لسه في اصابات، لكن ان شاء الله ربنا يكرم. ومش هفكر الحقيقه، انا شخصيا مش هفكر واقول ان اصابات وكذا وكذا، ولكن كل اللي هقوله ايه؟ ان انا عندي مباراه يوم السبت اللي جاي ربنا يكرمني فيها واقدر اكسب هذه المباراه. سيدات الاهلي بيفوزن على المعادي في الدوري في كره اليد، والاهلي يتعاقد مع عمر عصر للانضمام الى رجال تنس الطاوله. الف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لكابتن عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاوله. ايضا البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام بيعقد اجتماعه الاول مع لجنه الحكام. اتمنى ربنا يكرم ويستطيع فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام الجديد البرتغالي الجديد ان هو يوصلنا للعدالة التحكيمية اللي احنا عايزينها واللي احنا دايما بنطلبها. دي صورة من صور اللي موجودة. كابتن خالد العوضي قال ان المفاوضات مع عمر عصر لم تستغرق وقتا طويلا. الحقيقه عمر عصر من النجوم الكبار الحقيقه اللي موجودين في النادي الاهلي، وان شاء الله يظل دائما متواجد في النادي الاهلي. وصوره الكابتن خالد العوضي مع كابتن عمر عصر، الف الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي هذا وجود هذا النجم الكبير والنجم الخلوق والنجم المحترم كابتن عمر عصر في النادي الاهلي للسنتين القادمتين.